أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الضغوط السعودية الإماراتية على الحكومة الشرعية للدخول في حوار مع المجلس الانتقالي. كشفت مصادر سياسية مطلعة عن ضغوط سعودية إماراتية على الحكومة اليمنية لإجبارها على الحوار مع أتباع أبو ظبي في المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت المصادر أن الرياض وأبو ظبي تمارسان ضغوطا كبيرة على الشرعية اليمنية في محاولة لكسر موقفها المتشدد تجاه الإمارات ومنع تدويل انقلابي عدن. هذا وطالبت الحكومة الجامعة العربية بالوقوف بشكل جدي وشفاف أمام دعم الإمارات لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة في عدن. قال نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي في كلمته بالاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية إن ما حدث في عدن من تمرد وقصف جوي إماراتي على قوات الجيش يعد خروجا عن القانون وأهداف التحالف. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما سر تصاعد الضغوط السعودية الإماراتية على الشرعية للقبول في حوار مع الانتقالي قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وما هي الخيارات التي بيد الحكومة لتجاوز هذه الضغوط والتمسك برفض انقلاب عدن وإنهاء الدور الإماراتي؟ نتابع التقرير التالي الذي أعده الزميل أمين باروفيد، ومن ثم نعود لنبدأ الحلقة. تنديد الحكومة ورفضها للدور الإماراتي الدائم للفوضى والتمرد في اليمن يتواصل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، حيث لا تكاد الحكومة تترك محفلا أو منبرا أو مناسبة إلا وتتحدث فيه عن القضية اليمنية وخطورة الدور الإماراتي المبدد لكيانها والمهدد لأمن واستقرار ووحدة اليمن. على الأرض تواصل الإمارات دعم قوات المجلس الانتقالي التي تفرض سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحيطة بها، وتواصل ملاحقة واقتحام منازل المدنيين والقيادات الأمنية والعسكرية وكل الأصوات المناوئة للدور الإماراتي، وتواصل أيضا فرض قبضتها العسكرية والأمنية، لكنها تتنصل عن الالتزام بتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين كسلطة أمر واقع بعد أن أزاحت الحكومة من عدن بمساعدة من مقاتلات التحالف. في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية طالبت الحكومة الجامعة العربية بالوقوف بشكل جدي وشفاف أمام دعم الإمارات لتمرد المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة في عدن. وأكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي أن ما حدث في عدن من تمرد وقصف جوي إماراتي على قوات الجيش يعد خروجا عن القانون وأهداف التحالف. بالتزامن مع ذلك تجري السعودية والإمارات ضغوطا على الحكومة اليمنية لإجبارها على الحوار مع الانتقالي المدعوم من الإمارات، ضغوط ومحاولات إماراتية سعودية لكسر موقف الشرعية المتشدد والرافض لدور الإمارات ولمنع تدويل قضية انقلاب عدن، لكن هذه الضغوط لن تجدي نفعا بحسب الحكومة إلا بعودة الأوضاع في عدن إلى ما قبل 10 أغسطس. تصاعد الضغوطات الإماراتية السعودية على الحكومة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأيام في 16 سبتمبر الجاري يرى مراقبون أنها محاولات لإسكات صوت الشرعية اليمنية ومنع تعرية الدور الإماراتي أمام العالم، الصوت الذي قد يترتب عليه قرارات تقسم ظهر التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا الآن من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك سيد عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، مطالب يمنية لجامعة الدول العربية بالوقوف بشكل جدي وشفاف أمام دعم الإمارات لتمرد المجلس الانتقالي، ما جدوى هذه المطالب؟ ما الذي يمكن أن تقدمه الجامعة العربية؟ مساء الخير. طبعا الوضع أصبح الآن كأننا في مسرحية هزلية، أن الحكومة اليمنية التي استدعت التحالف أصبحت تشكي هذا التحالف، وهذا يشير إلى أن العملية أصبحت من الفوضى إلى حد كبير.
بغض النظر عن ما تقدمه الجامعة العربية من قوتها، طبعا الجامعة العربية ليس لديها هي والدول العربية ليس لديها أي قدرة على حتى التوسط في هذا الحوار، إضافة إلى أن السعودية تريد أن تبقي المسألة اليمنية شأن السعودي، ولن تسمح بتدخل أي أطراف خاصة عربية ليكونوا جزء من المسألة اليمنية. في نفس الوقت أيضا السعودية لا تريد أن تصعد الحكومة اليمنية الموضوع إلى الأمم المتحدة، ولهذا منعت أو حجمت أي دور لمجلس الأمن أو انعقاد جلسة مجلس الأمن التي قيل بأن الحكومة اليمنية تقدمت بطلب لمجلس الأمن. وكل هذا يشير إلى أن أولا الوضع بشكل عام وضع فوضوي، إضافة إلى ذلك الحكومة السعودية والإمارات يبدو هناك تفاهم ما على إعادة هيكلة وهندسة ما يسمى الشرعية، بحيث يتم إدماج الانفصاليين والمؤتمر جناح صالح ضمن هذه الشرعية، ومن خلال هذا الدمج تتحول شرعية أو الشرعية بهيكل وعناصر جديدة. وهذا الأمر هو لب الصراع الذي تم ويتم في المناطق الجنوبية، بمعنى أن هذا الصراع لم يكن عفويا ولم يكن طارئا، ولكن كان مخطط له، كان مخطط لهذا الصراع أن يتم ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية. كانت المرحلة الأولى هو أن يمكن الانفصاليين بالمناطق الجنوبية، ومن ثم يتم فرضه كأمر واقع على ما يسمى الشرعية، وإجبارها في المرحلة الثانية من خلال المفاوضات على القبول بما كان خطط له. يعني المسألة ليست مسألة مفاوضات، هي الآن مسألة هناك مشروع جاهز يريدوا أن يفرضوه ويريدوا من الشرعية أن تقبل به، لكن ما لم يعملوا حسابه هو ردود الأفعال، ردود فعل العالم، ردود الفعل الداخلي، الأوضاع على الأرض في الجنوب، الصراع الذي أحيي، الصراع الجهوي بين أبين والضالع وشبوة، وأيضا أن هذا أيضا الحوار الهدف منه هو الانتقاص من صلاحية هادي وصلاحية حزب الإصلاح وصلاحية علي محسن، وبالتالي هؤلاء لم يكونوا بالسذاجة، حتى نحن لا نتكلم أن هؤلاء لديهم مشروع وطني، لكن لم يكونوا بالسذاجة بأن يذهبوا لحوار هم متأكدين بأن هذا الحوار الهدف منه تقليل صلاحيتهم أو إخراجهم، بعضهم إخراجهم من السلطة، وبالتالي سيظل هذا الطرف الذي هو الذي ذكرناه ما يسمى الشرعية معارض ورافض فكرة الحوار من الأساس، لأنه هو عارف أن هذا الحوار هو عبارة عن فخ جاهز. سيد عبد الناصر، سأعود إليك للحديث على هذه الجزئية، موقف الحكومة وهل فعلا تمتلك القرار، ولكن قبل ذلك دعني أنتقل للسيد عبد الرقيب الهدياني الذي ينضم إلينا من عدن. مرحبا بك سيد عبد الرقيب. إذا لعلك استمعت لرأي السيد عبد الناصر بخصوص توجه الحكومة لجامعة الدول العربية، قال أن ليس بيد الجامعة أي شيء لتقدمه في هذا الخصوص. إذا سيد عبد الرقيب، كيف يمكن أن نفهم توجه الحكومة الشرعية لمخاطبة جامعة الدول العربية والاستنجاد بها؟ إلى ماذا قد يشير ذلك؟ التحية لك يا أمل ولضيفك ولمتابعي القناة. أهلا بك. التحركات التي تقوم بها الحكومة الشرعية سواء عبر الجامعة العربية أو الدول عواصم الدول الكبرى أو مجلس الأمن تبقى أوراق سياسية مهمة، يعني أن تتوجه باتجاه الجامعة العربية، يعني وإن كانت كما ذكر الأستاذ المودع بأنها لا تملك آلية أو لا تملك تأثيرا أو فعلا لتقوم به على الأرض أو تغير من المعادلة شيء، لكنها إذا يعني صدور
يعني شيء داعم للحكومة الشرعية من الجامعة العربية يعتبر ورقة سياسية تضيف الحكومة الشرعية من رصيدها من أوراقها من أدواتها في مواجهة هذا الانحراف وهذا العبث الذي يحصل اليوم في المحافظات المحررة. يعني أن تتحرك دولة عربية شقيقة أو نقول التحالف بمجمله السعودي والإماراتي وهو الذي جاء إلى اليمن تحت لافتة نصرة الشرعية، ثم اليوم نجدنا يعني كشعب وكحكومة شرعية في مواجهة هذا الذي طلبنا نجدته، أن يصدر شيء من الحكومة من الجامعة العربية يساند الحكومة الشرعية ورقة سياسية سنبني عليها، ثم نتوجه لنطرق بقية الأبواب الإقليمية والدولية والحقوقية والسياسية. اليوم الحكومة الشرعية لديها الكثير مما يمكن أن تبني عليه، لديها اليوم هذا الزخم الشعبي الكبير، هذا التلاحم، هذا الاحتجاج، هذه المظاهرات في عواصم العالم وهي تتحرك. على الحكومة الشرعية أن تثبت وأن تصمد وأن لا تدعم وأن لا تستسلم سواء لهذه المطامع وهذا العبث وهذه الضغوط التي تقوم بها المملكة العربية السعودية أو الإمارات، وفي الأخير ستنتصر. اليوم الحكومة الشرعية هي الدولة والتحالف هو معين المملكة العربية السعودية والإمارات، هي عوامل مساعدة جاءت بطلب من الحكومة الشرعية تعمل في إطار القرار الدولي 2216، أي تحرك في اتجاه انتقاص الحكومة الشرعية وسلبها قرارها أو عاصمتها المؤقتة أو نفوذها إحياء الانقلابات، هذا يخالف القرار الدولي وهو غير قانوني. تستطيع الدولة، تستطيع الحكومة الشرعية أن تثبت وأن تحرك بقية أدواتها، وفي الأخير لا يمكن يعني أن يمرر الخطأ على الحكومة الشرعية. نعم سيد عبد الرقيب، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أعود لسيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، موقف حكومي رافض إلى حد الآن يقابله ضغوطات سعودية إماراتية على الحكومة المتواجدة في السعودية، ما الذي تخشاه السعودية حتى تضغط على الحكومة اليمنية للدخول في حوار جدة؟ وهل لدى الحكومة فعلا إمكانية الرفض والاستمرار والموقف بهذا الخصوص؟ من الطبيعي أن الحكومة ليس لديها إلا أن تصمد وأن ترفض الذهاب إلى حيث يراد لها الذهاب، لأنه هتفقد هو المطلوب منها الآن أن تأتي لتتنازل ولتنتحر، لأنه لو افترضنا أن تمت الخطة وفق ما خطط لها معنى هذا أن الحكومة ستسلم أوراقها وتقول للانفصاليين والطرف صالح المراد إحلاله محلها سلموا مكاننا واصبحوا انتم الشرعيه وبالتالي ونحن نخرج من اللعبه، هذا بكل بساطه. ولهذا المخطط كان غبي، لم يكن يدرك بانه مستحيل على طرف ما الا ان الحل الاخر ان نتوقع بان الحكومه السعوديه تقوم بسجن الحكومة اليمنية كما عملت الحكومة المصرية في الستينات وتضعهم في الزنزانات ومن ثم، لكن أيضا حتى هذا الأمر غير ممكن، يعني لأنه عمليا معناها أن السعودية أن الحكومة الشرعية أصبحت مش موجودة وتدخلها أصبح غير شرعي في اليمن. لهذا الحكومة السعودية هي محتاجة لهذه الشرعية لأنها دخلت بموجبها، لا تستطيع السعودية ولا الإمارات البقاء في اليمن وهي والحكومة غير راضية عنها أو أنها أصبحت غير موجودة، لأنه ما حدث أن عندما تمت السيطرة على عدن أوصلوا رسالة للعالم هؤلاء الأغبياء بأنه الشرعية التي دخلنا باسمها لم تعد موجودة في عدن، وبالتالي العالم
يعني بكل بساطة يقول لهم كيف أنتم الآن خرجتوا هذه الشرعية من العاصمة المؤقتة هذه الحكومة طردتوها، ثم تقولوا بأنكم تمثلوا تدخلتوا لدعمها. يعني عملية فيها كثير من الهزل، كثير من التناقض. لهذا السبب هم يريدوا أن نوجد حكومة جديدة، حكومة بمواصفات خاصة، حكومة تابعة لنا يعني، وهذا بتحديدا الإمارات. الإمارات تريد أن توجد، أن تكون الحكومة الجديدة هي حكومة الإمارات مسيطرة عليها، وبالتالي هذه الحكومة لن تعد تمثل الجمهورية اليمنية، خاصة لما يصبح فيها انفصاليين بشكل واضح، وستصبح مجردة من القدرة على أنها تحتج. يعني الآن الاحتجاجات التي تتم من قبل نائب وزير الخارجية، من قبل بعض المسؤولين الحكوميين، هذا الأمر لن يتم في حال تمت هيكلة الحكومة وفق الخطة الموضوعة. في هذه الحالة ستلغي نفسها هذه الحكومة، ستلغي نفسها وستصبح هناك حكومة جديدة تتبع الإمارات تحديدا، وأيضا السعودية، وستسلب إرادتها، وستصبح هذه كحكومة 100% مصنوعة من قبل الإمارات ومن قبل السعودية. وهذا يعني عمليا إلغاء شرعيتها السياسية، لأنه حتى لو كيفت هذا المسألة وعملت لها إخراج وكأنها فعلا وفق مفاوضات وتفاهمات بين اليمنيين، في نهاية الأمر هذه ستكون عبارة عن دمى صنعتها الإمارات والسعودية، دمى غير يمنية لا تمتلك أي شرعية. وهذا أمر يخدم 100% الحوثي الذي سيقول للعالم أي شرعية تتحدثون عن أي شرعية، وهؤلاء أتت بهم الإمارات والسعودية، لم ينتخبهم شعب ولم يمثلهم شعب ولم يفوضهم شعب، وبالتالي هؤلاء الذين خططوا لهذه العملية أشبه بخطط أطفال، لم يراعوا ولم يفكروا بأن هذه الأمور ستصل إلى ما وصلت إليه. سأعود إليك. اليمنيين علينا أن نقول أن أي حكومة ستخرج من مفاوضات جدة ليست شرعية ولا تمثل اليمن. هذه الحكومة سأعود إليك سيد عبد الناصر. أدوات ودمى من سعودية إماراتية. نعم سأعود إليك سيد عبد الناصر للحديث عن محاولة تدويل القضية، ولكن سيد عبد الرقيب الهدياني الآن لعلك استمعت لحديث السيد عبد الناصر والسيناريوهات التي طرحها في حال قبول الشرعية بالحوار، ما هي الخيارات الآن المطروحة أمام أو ما هي الخيارات التي بيد الحكومة الشرعية للوقوف أمام ضغوطات السعودية والإمارات؟ نعم الحكومة الشرعية كما ذكرت التي هي الأصل، وهي الدولة، وهؤلاء الأطراف هم عوامل أو هم مساعدون جاءوا بطلب هذه الحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية لديها قرار دولي هو المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها، ويتحرك فيها هؤلاء المعاونين وهم التحالف العربي، بالتالي لديها الكثير من الأوراق. الحكومة الشرعية هي أمضى من ضغوطاتهم، من قواتهم، من ميليشياتهم، من هذه الأدوات والأدرع الأمنية والعسكرية والعبث الذي يمارسونه في هذه المحافظات المحررة وعدن. الحكومة الشرعية لديها اليوم ورقة الشارع اليوم في المحافظات الجنوبية هو الذي يرفض يعني هذه المكونات وهذا العبث وهؤلاء الانقلابيين وهذه التدخلات الإقليمية. ولكن قد يرى البعض أنها بعيدة عن هذا الشارع سيد عبد الرقيب، يرى البعض أنها بعيدة عن هذا الشارع، حتى أننا لم نرى هادي يظهر ليتحدث رغم كل ما حدث، رغم التحولات الكبيرة التي حدثت خلال هذه الفترة، لم نرى هادي رئيس الحكومة يظهر ليعلق أو ليقول أي شيء. مع ذلك، مع يعني بعض القصور، ومع يعني حالة الرئيس وعدم يعني التحامه مع الشعب أو مخاطبته لشعبه، لكن الشعب اليمني في المحافظة الجنوبية الذي ذاق الأمرين، يذوق العبث، السجون السرية، الاغتيالات، الاعتقالات، تقرير الخبراء اليوم الذي يتحدث عن انتهاكات جنسية في سجون عدن من قبل الإمارات،
الشعب في عدن وفي أبين وفي شبوة يرى أن أمامه الآن الخيار الوحيد والأفضل هي الدولة، هي مؤسسات الدولة، هي الشرعية، البديل هي الإمارات وعبثها والميليشيات الانتقالي والحزام الأمني وانتهاكاته وإجرامه. اليمنيون اليوم في المحافظات الجنوبية هم الذين أسقطوا المجلس الانتقالي في شبوة، هم الذين دفنوه في صحرائها، هم الذين تحركوا وصنعوا نصر أبين، وهم الذين انتفضوا في عدن وعلى إثر انتفاضتهم قبل أن يأتي الجيش، وفرت ميليشيات الانتقالي وأخلت المعسكرات وفرت إلى الجبال لولا تقدير خاطئ من قبل الجيش الذي أخر الدخول إلى عدن. الشعب اليمني اليوم انظر إلى هذا الزخم في عواصم الدول العالمية من قبل المغتربين، انظر إلى هذا الزخم من قبل شبكات التواصل الاجتماعي من قبل اليمنيين الذين لبوا وتحركوا لكي ينصروا دولتهم وحكومتهم وشرعيتهم أمام غزو، أمام إجرام تمثله دولة الإمارات وأدواتها الإجرامية في الداخل. وصلت الفكرة. المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات السيد توفيق الحميدي. مرحبا بك سيد توفيق. إذا ضغوطات سعودية إماراتية على الشرعية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيحضرها هادي، هل تخشى دول التحالف من تدويل قضية انقلاب عدن ولماذا؟ في حقيقة الأمر هنالك ضغوط بالفعل تمارس ضد الرئيس هادي، هي الخشية، لأنه الجمعية العامة للأمم المتحدة هو ملتقى عالمي، وبالتالي أن يذهب الرئيس هادي ويعلن أو يشكو الإمارات العربية المتحدة من على منبر الأمم المتحدة باعتقادي بأنه سيطلق رصاصة الرحمة على ما تبقى أولا من التحالف، وسيكون بمثابة إعلان برفع الغطاء عن مشروعية التحالف في اليمن، وبالتالي قد يحرك دول العالم بصورة كبيرة جدا، خاصة ودول التحالف تدرك أن هنالك ملف حقوقي صدر قريبا عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، شملت الأطراف الأربعة بما فيها قيادات عسكرية وسياسية كبيرة ربما من دولة الإمارات والسعودية وجماعات الحوثي والحكومة الشرعية ضمت إلى القائمة السرية، وبالتالي هذا الأمر تخشاه دول التحالف كثير، وبالتالي هي تسعى إلى إيجاد حل قبل ذهاب الرئيس، أو ربما قد يمنع الرئيس، لأنه في النهاية الملف اليمني اليوم هو تحت البند السابع، وبالتالي هو مدول بالفعل، لكن الخطورة الأكبر أن الرئيس هادي يوجه بصورة دقيقة وقوية ويعلن، وإن لم يكن بصورة صريحة لكن سوف يفتح باب واسع للحديث عن مشروعية التحالف، عن انتهاكاته، عن ضرورة محاسبة المتسببين، عن الجانب الأخلاقي، أشياء كثيرة سيفتح عليهم باب كبير جداً، وبسبب ما ارتكبوه أخيرا في عدن من دعم للانقلاب وميليشياته، وهم بالأساس جاءوا من أجل استعادة الدولة وكسر الانقلاب وتطبيق القرارات الأممية، وعلى أساسها القرار 22/16 الذي بموجبه تدخلوا في الجمهورية اليمنية على أساس أنهم يثبتون الأمن والاستقرار، وبالتالي ستصبح الإمارة أحد الدول التي تعمل على زعزعة الاستقرار في اليمن. نعم سيد توفيق، تكرم بالبقاء معي لأعود لسيد عبد الناصر المودع. سيد عبد الناصر، إذن خطاب مرتقب للرئيس هادي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كيف يمكن للشرعية استثمار هذا الاجتماع وحضور هادي للاجتماع؟ لا أحد يعول على هذه بكل المقاييس، قائد فاشل وقائد سيء، وبالتالي ليس هناك من تعويل عليه، إضافة إلى أنه قد تمنعه السعودية من الذهاب إلى نيويورك من الأساس. لهذا السبب لا أعتقد بأنه يخطط ولا أنه سيفكر بأن يخاطب الجمعية. سيد عبد الناصر تتحدث أنه سيذهب، في حال ذهابه ما الذي قد يمثله حضوره لهذا الاجتماع
أو كيف يمكن لحضوره لهذا الاجتماع أن يخدم موقف الحكومة الشرعية ويقوي من قرارها ومن مواقفها؟ طبعا لو كان هذا الرئيس يعني رئيس حقيقي ورئيس لديه الرغبة والقدرة والكفاءة، بالفعل هو بكل بساطة سيذهب إلى الجمعية العامة ويقول أنا هذه الدول استعنت بها ولكنها خانت هذه الاستعانة ولم أعد بحاجة لها، وأننا أطلب بأن ينتهي التحالف بشكل من الأشكال، أو أطلب على الأقل خروج الإمارات التي هي أصبحت طرف عبء على هذا التحالف وليس عامل مساعد، بل على العكس عامل مثبط وعامل مخرب في اليمن بالدليل القاطع. يعني هو ليست تهم غير مرئية، هي يعني ممارسات أصبحت مشهودة، ما قاموا به من عمليات من خلال وكلائهم، ما قاموا به من قصف بطيرانهم، كل هذه إجراءات وممارسات لا تخفيها العين، ممارسات مناقضة لفكرة التحالف والشرعية تدخلها. لهذا هو لو كان صحيح ولو كان، لكني لا أتوقع تماما بأنه سيقوم بهذا العمل، هو مرهون للسعودية، إضافة إلى أنه ليس ذاك الرئيس الذي عنده حساس بالمسؤولية وعنده الكفاءة والقدرة أن يقول هذا الشيء الذي نتمنى أن يقوله. سيد عبد الناصر المودع المحلل السياسي، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك. إذا بالعودة إليك سيد توفيق، ما هي أبرز النقاط التي يمكن للرئيس هادي أن يركز عليه في خطابه في الجلسة العمومية للخروج بشيء من هذا الحضور؟ بالدرجة الأساسية هو عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأن الأطراف الميليشويات سواء في الشمال أو في الجنوب هي غير جادة في إيجاد أي حل سياسي، بل أنها تعمل على تحدي المجتمع الدولي والحكومة الشرعية. الأمر الآخر التركيز على ما حدث للجيش الشرعي على أبواب عدن والانقلاب الذي حدث في عدن، ويطرحها كما ذكر عبد الناصر بصورة واضحة وجلية، والعالم تقريبا كله يعلم بهذا الأمر، ويطلب إعفاء دولة الإمارات، ويطلب في نفس الوقت المجتمع الدولي العمل على مساعدة اليمن وحمايتها، خاصة ونحن في حالة حرب ولا توجد دولة مستقرة وقادرة على أن تقوم بوظائفها بصورة كاملة. الأمر الثاني أيضا يطلب من المجتمع الدولي تشكيل ما أنا من رأي محكمة جنايات لمحاكمة جميع مرتكبي جرائم حرب. أنا لا أدري ما هو السبب إلى اليوم أن الحكومة الشرعية متخوفة من قرار لجنة الخبراء. ها يعني أنا أعتقد أن حتى لو هنالك انتهاكات ارتكبت من قبل الحكومة هي ستكون قليلة جدا مقارنة بالانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي أو ارتكبها التحالف العربي بشقيه السعودي والإماراتي. وبالتالي اليوم بما أنه لا توجد آلية وطنية واضحة للمحاسبة، لا توجد آلية إقليمية واضحة، اليوم هي الآلية الإقليمية الوحيدة، وتقرير لجنة الخبراء الأخير شكر الأرضية القانونية والحقوقية لمثل هذا الأمر. وبالتالي أعتقد أن اليمن من المفترض اليوم أن تطالب بتشكيل محكمة أو الذئاب لمحكمة الجنايات لمحاسبة كافة منتهك حقوق الإنسان وإخراج القائمة السرية ووضعها أمام هذه المحكمة. بالنهاية نحن نسعى إلى إنصاف الضحايا وإلى جبر ضرر المتضررين من هذه الانتهاكات التي حدثت في اليمن. نعم، إذا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحرية، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع، وكان معي من فيينا السيد توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وكان معي من عدن المحلل السياسي اليمني عبد الرقيب الهدياني. شكرا لكم على حسن المتابعة، وهو الشكر موصول لكم من زميلي من معد الحلقة الزميل أمين صالح. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، إلى اللقاء.